أجمل مكان بالثورة من وجهة نظري إنه عرفنا بعضنا عن قرب. كنا أخذين كلياتنا يمكن صور مغلوطة عن بعض، ما بعرف ليش، إما نحن ما اجتهدنا نعرف عن بعض، أو إغراقنا بالهم والألم والحاجة للقمة العيش والظلم والأفكار الرديئة عن بعضنا البعض، كانت مغيبتنا عن بعضنا البعض. أنا فوجئت بأهل درعا، وأهل درعا فوجئوا بأهل الساحل، وأهل الساحل فوجئوا بأهل دمشق، وأهل دمشق فوجئوا بأهل حلب، وأهل حلب فوجئوا بأهل حمص. يعني اكتشفنا أنه كلها نشبه بعض.